الله تبارك وتعالى أكرمنا بهذا الرجل رحمه الله الشيخ البشير، جعل الله عز وجل لنا أسوة وقدوة في هذا الزمان. فما يقدر شي واحد يقول يقدر على هذا الشيء وهذا الشيء صعيب وهذا الشيء مساهج وهذا الشيء ماشي يدير كل شيء. أسوة وقدوة لنا وللأمة وللمجتهدين خاصة المنطقة المباركة كلها. والله كرمه الله سبحانه وتعالى وفقه، تجول في بلاد العالم كلها وتحرك في أغلب بقاع العالم في سبيل الله عز وجل. عجيب، إنسان يشوف الأسوة والقدوة من هذا الرجل. الشيخ المشير كما تعلمون رجل بسيط، كان في الدشر حفظ القرآن على والده وعلى شيوخ قريته، وبدأ ما شاء الله في طلب العلم أولا في القرية ثم في المعهد للتعليم الأصيل. فرجل بسيط، ثم في ذلك الحياة الأولى دخل المصاف التعليم، دوز سنتين ديال التكوين مع التكوين المعلمين وتخرج معلم يعلم الناس الخير، هو حامل لكتاب الله عز وجل. فسبحان الله، إن شاء الله سبحانه وتعالى أن يغير حياة هذا الرجل لتتغير بها حياة آلاف وملايين من الناس. هنيئا لكم في الحقيقة، مفخرة لكم أهل القصر الكبير بهذا الرجل الكبير رحمه الله. أي والله العظيم هذا فخر لكم إخوان الكرام، رجل طاهر نظيف نقي، ها جعل الله سبحانه وتعالى هو نظيف نقي من أعراض الناس ومن أموالهم ومن أحوالهم. فشاء الله سبحانه وتعالى بعد ما كان يدرس في المناطق الجنوبية كان يقري في هوارة، يقري هوارة، هو الوحيد اللي في الأطر ديال التعليم والأطر ديال المؤسسة اللي بالسنة اللي عنده اللحية. هو الناس القدام الكبار في السن هنا راه تيعرفوا اللحية شنو كتعني في الستينات، شكون هاد سيدي ومولاي اللي يقدر يخلي جوج زغبات في وجهه. السي باجي الله يرحمه ما كانش كتنوض له اللحية كبيرة، ما عمرو حلقها، كان عنده اللحية خفيفة غير شي حاجة هنا وشي حاجة هنا وشي حاجة هنا، هو عاد ضعيف. وكان في ديك المؤسسة التعليمية تيفرق الوليدات على البنيات، البنيات يقراو بوحديتهم الوليدات يقراو بوحديتهم، وهذا كان غريبا. يعلمهم الصلوات ويقيم بهم الصلوات، هذا كله سمعناه منه مرارا وتكرارا رحمه الله. فكانت الإرهاصات ديال الدعوة والجهد الدعوة إلى الله من البداية في حياتي، ولكن ترتيب التبليغ وعمل الدعوة إلى الله باقي ما عرفوش، لكنه مجتهد مجتهد يدعو الناس إلى الله ويدعو إلى توحيد الله وإلى الإيمان بالله عز وجل، يطالع ويدعو الناس إلى الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن شاء الله عز وجل كان لما بدأت يقري هنايا في القصر الكبير تيكون راجع من المؤسسة تيجلس عند واحد من التجار ديال القصر الكبير رحمه الله، علاه السي العربي اللي كان هنايا جار المركز رحمه الله وغيره، تيرتاح عندهم شوية وتيتذاكر معاهم وتيتجادل معاهم أطراف الحديث. فواحد منهم قال لهم سبحان الله البارح أنا كنت كنتسوق لعله في طنجة وشفت شي ناس سبحان الله العظيم هالوصف ديالهم هالنعب ديالهم عليهم هيئة السنة باللحى والأقمصة ولباسهم بسيط، تيتكلموا مع الناس في الدين وتنصحوا الناس وترغبوا الصلاة في المسجد وما تيطلبوا من الناس حتى شي حاجة. فبقى الشيخ البشير رحمه الله تيسول وتيذكر الأوصاف ديالهم والنعت ديالهم، فبقى تيحكي له قال له هذه اللي قلتي مهمة بزاف، صفة طيبة هذه أنهم تيديروا هذا العمل لله ما تيطلبوا من حتى شي حد شي حاجة. فبقى هذا الأمر راسخ في ذهنه. إن شاء الله عز وجل سنة 1967 مشى مع الأهل ديالو مع الزوجة ديالو والبنية ديالو، كانت عنده البنية الأولية مريضة شوية عيانة شوية، فالوالدة ديالو رحمها الله قالت له الله يرضي عليك أولدي دي البنية زورها مولاي العربي. فين كان هذا مولاي العربي؟ في الرباط، وخا الحالة المدنية في القصر ولكن الشفاء فين؟
فاربط. فعجيب الشيخ سبحان الله، الله وفقه حكيم. فالعم كي غايدير يجمع بين بر الوالدة وبين طاعة الله عز وجل. فشوف بر الوالدة والطاعة ديال الله عز وجل شنو كتجي. فقال ما كان من برها بد. فقال له واخا ان شاء الله انا غادي نلبي الرغبة ديالك وغادي ان شاء الله تعالى نديها. فركب ومشى ودا المرا ودا البنية معاه. وقال للزوجة ديالو حنا دابا غادي نزورو هذا الرجل، هذا رجل من المسلمين مات رحمه الله، وغنديروا له الدعاء ديال الأموات المسلمين كما كندعيو لجميع المسلمين إلى دخلنا قبورهم. وهذا ما تيعطي دواء، ما تيعطي شفاء، ما تيعطي مال، ما تينفع، ما تيضر. حنا نزورو حل الزيارة ديال جميع موتى المسلمين وندعو الله له بالرحمة والمغفرة باش نلبيو الطلب للوالدة. إلا قالت لنا وزرتوه ولا زرناه وكي طلبنا منه شي حاجة ما طلبنا منه شيء. ففعلا دار هذه الزيارة. وقبلها بعد ما كمل من هذه الزيارة جاء وقت الظهر، جاء وقت صلاة الظهر داخل إلى المسجد كعادته صلى الله عليه وسلم من صغره إلى وفاته الصف الأول وراء الإمام. هما غيسلموا من الصلاة ديال الظهر، واحد المؤمن هو كيقوم في وجهه وتيدير الإعلان، وكان الإعلان في شكل بيان. إخواني الكرام الحمد لله جينا نزوركم في الله، لا نريد منكم طعاما ولا مالا، إنما نخرج في سبيل الله لتمرن على صفات كانت في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول الصفات وأعظمها حقيقة الكلمة الطيبة لا إله إلا الله محمد رسول الله، والصلاة بالخشوع والخضوع، والعلم مع الذكر، وإكرام المسلمين ومحبتهم، وإخلاص العمل لله، والجهد لدين الله بالدعوة إلى الله، والخروج في سبيل الله. فالمستعد يخرج معنا في سبيل الله يلتحق بنا في زاوية المسجد. بيان وإعلان وكل شيء. واقف قدام سي البشير، سي البشير جالس وكيشوف فيه بحق. فرجعوا لمؤخرة المسجد. هذا كان رحمه الله من المجتهدين الكبار في بريطانيا، أصله ليبي. فرجع عند الجماعة وجلس معه، قال لهم أنا إن شاء الله مستعد. ففرحوا به. وكان في هذه الجماعة رحمه الله الشيخ يعقوب من مشايخ الدعوة إلى الله من العلماء، ومحقق مدقق ومؤقت، كان عنده سبحان الله علم التوقيت ومواقيت الصلاة. ففرحوا بالشيخ وقال لهم أنا مستعد معكم نقدا في سبيل الله. قال اللهم أنا عندي واحد الأمر خصني نرتبه، فمعايا الزوجة والبنية، غادي نمشي نقلب على شي رفقة صالحة لقيتها آمنة اللي ردوهم معاهم حتى القصر الكبير، وإن شاء الله تعالى نجي ندوز معكم هذا المدة. ففعلا مشى للساتية، سبحان الله ما تلقى غير واحد الربعة ديال النساء جارات ديال الوالدة ديالو ديال الدار ديالهم في الحومة ديالهم. قال سبحان الله، قال لهم الأمانة وصلوها معكم للقصر الكبير. ورجع عند الجماعة التضحية نقدا في سبيل الله، لهذا المؤمنين دائما ترغبون أن نخرج نقدا في سبيل الله. باش عاد تخمم وتضرب الحسابات والسداسي والخماسي وبلاتي حكا تنسالي تنكمل، حنا راه مسالين ومكملين من شحال. ايماننا مسالي، اعمالنا مسالية، اخلاقنا مسالية، حالتنا حالة من شحال هذه. عاد حنا غنقلبوا مسالي، حنا مسالين، فات لينا التاريخ كاع. فعلينا ان نتوب الى الله عز وجل ونستغفر الله عز وجل ونحيي انفسنا من جديد. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما يحييكم الحياة الحقيقية هي حياة الإيمان والأعمال، حياة الدعوة، حياة الجود والاجتهاد، حياة البذل والإنفاق من الأوقات والأموال. فالله وفقه استعد نقدا. وبشوف لما إنسان يستعد يضحي لدين الله نقدا الله في يسر الأمور. جاب الله الرفقة الآمنة ورجع جاي عند الجماعة ففرحوا به فرحا كبيرا. وخرج معهم اياما، يعني لعله في المسجد العتيق في الرباط. ثم بعد ذلك انتقلوا الى تيفلت. ففي تيفلت بعد ما قضى معهم حوالي 5 ايام قال لهم طيب فين غتكونوا من بعد؟ نمشي نرتب الامور ديالي ونجي، ان الجماعه عندها 40 يوم باش نكمل معاكم 40 يوم. قالوا لا 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 اجلس خليك
كل شيء كاين، نفقه كاين، الفراش كاين، كل شيء كاين، خايفين ولا يمشي. قال لهم اسمعوا، انا احرص، انا احرص عليكم منكم علي. انا من سنين وانا تنقلب عليكم، من نهار سمعت على الوصف ديال الجماعه وانا تنقلب عليها وتنفكر فيها وتنطلب الله يلاقيني بها. كونوا مطمئني، غادي نطمن الوالده والوليدات ونرتب لهم الامور ديالهم ونلتحقوا. قولوا لي فين غتكون؟ قالوا اليوم الفلاني غنكونوا فاس مسجد مقلقين كما كيقولوا السي باشير، يعني مسجد الزرباني مقلقين، يصلوا بالزربه. ففعلا كذلك كان. وجاء رحمه الله للقصر الكبير، الوالده سولات الزوجه ديال فينا هو فلان؟ قال لها قولي لها انه عنده شي شغل غادي يكمل ويجي، باش ما تشوش. لا قال لها راه مشى مع شي صحاب الحي وكذا شي 67، وخلاص غتسبق الخلعه. فهو جاء رحمه الله وهيئ الامور ديالو وهيئ الزوجه ديالو ورتب النفقه ديالو لكي يستعد للخروج في سبيل الله عز وجل. فاستعد، لما استعد الان الوالده كيخصو يرضيها وياخذ بخاطرها. فقال باش ما تاثرش عليها الاجواء ديال البيت وهي كذلك ما تاثرش على الزوجه، قال دخلتها للمكتبه اللي عندي في الدار وانا نقول لها بانني كنهيئ باش نخرج في سبيل الله عز وجل. فعرفتها غادا تخاف عليا، فقلت لها امي واش تتحبي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لها فهذا عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، خليني نمشي معاك. قالت له سير اولدي، من اللي هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم وهذا على طريق النبي صلى الله عليه وسلم، سير الله يسهل عليك انا راضي يعني. وفعلا كانت تلك بدايته في هذا العمل المبارك الى يومنا هذا. ما غير ولا بدل ولا تاخر ولا توقف ولا تقهقر ولا تاثر. حسب من 67 الى يومنا هذا شحال من سنه؟ فعلا يا الله الاحساس بيا. كلكم تجار ما شاء الله، كنعرفوا تحسبوا. ها؟ عطيونا طيب حساب كامل. 66 سنة. من 1967 ل 2023. 66 سنة. 56. الله يرضى عليك. 56 سنة. عمر كامل في الدعوة إلى الله بدون توقف. أقدمنا هنا في هذا المجلس واللي كان تعرف هذا المسجد يوم أسس تيعقل على السي بشير غتكون عنده يعني من الآن واحد 40 سنة 50 سنة. فتبارك الله من ذاك الوقت إلى يومنا هذا ما غير الشيخ أبدا، بل دائما في هذا الجود ودائما في التضحية لدين الله عز وجل. بل حتى في سنة 69 وكذلك في بداية السبعينات خرج رحمه الله أول جماعة إلى موريتانيا والسنغال. أول جماعة باقي ما مشاش جهد الدعوة إلى الله، بقى ما وصلتش أي جماعة إلى هذه البلاد، وكانت عاد مازال الصحراء مازال مستعمرة وكان مازال باقي فيها الإسبان. فمشاو حتى دخلوا المناطق الصحراوية وهي تحت سيطرة الإسبان، وركبوا يعني في المركوب سيارات ديال ذاك الوقت وراكبين الفوق فوق السيارة وغادين كما يقولوا غير مع النجوم، لأن هذوك اللي كيسوقوا عارفين الطريق في الرملة وتيمشيو قوافل، كتمشي الكونفوا محروسة من اللور محروسة من القدام العسكر وتتمشي إلى حدود موريتانيا. وكان دائما رحمه الله يحكي هذه القصة، لما جاوا داخلين موريتانيا قاوا واحد المجموعه ديال الشبان والشابات لابسين لبس بحال بحاله، تيسميو راسهم في ذاك الوقت بدايه السبعينات هيبيزم، داخلين موريتانيا. هادو داخلين بالحق وهادو داخلين بالباطل، هادو داخلين بالهدايه هادو داخلين بالضلاله، الكل يجتهد الكل يعمل، لكن هنيئا لمن وفقه الله عز وجل يعمل لدين الله ويستعمل نفسه ووقته لإعلاء كلمة الله. فادخلوا وبداوا اجتهدوا، وكان رحمه الله بفضل الله عز وجل كما يعترف بذلك جميع أحباب موريتانيا هو السبب في عمل الدعوة إلى الله في دولة موريتانيا. واليوم ما شاء الله التعازي جاءت من أهل موريتانيا تباعا كل مرة يتصلون. بل كذلك رحمه الله
كان أول من بدأ الاجتماع السنوي في موريتانيا، وذهبنا معه وحضرنا معه رحمه الله وسع الله مرقده. أول من بدأ الاجتماع السنوي في موريتانيا، ثم بعد موريتانيا دخلوا إلى السنغال، وأول من أسس مركز الدعوة إلى الله في السنغال، واحد مصلى صغير وحد المنطقة تسمى الأشليم سينغ. وزرنا هذا المكان في 2006، والمحراب ديال ذاك المصلى هو الذي طينه بيده رحمه الله، هو اللي صلحوه، هو اللي قادوه بيده، لأنه رحمه الله كان قال حرافي تيديرو البنيت خرازد حلاوي، بعد ما مبقاش في التعليم وتفرغ للدعوة إلى الله، عاش هذه الأسباب كلها متيقنا بالله تعالى أن الرزق بيد الله عز وجل. أن شحال ديال المؤمنين كانوا في التعليم وكانوا في الوظيفة وبسبب الخروج كيمشيو مدة طويلة وتتأخروا بسبب السفر كان صعيب وغير ذلك البر، وتيطمعوا في الحج كذلك في الذهاب أو في الرجوع وتتأخروا من الوظائف ديالهم وتتفصلوا من الوظائف كثير منهم. نعم، تضحيات الناس الأولين رحمه الله وجزاهم الله ألف خير. فهو رحمه الله عن طواعية يعني قدم استقالته من هاته الوظيفة ليتفرغ للدعوة إلى الله، فاشتغل في جميع هذه المهن وعمل بيده وأكل من حر ماله رحمه الله. فكان هو أول من بدأ مركز الدعوة إلى الله في السنغال، وأول جماعة خرجت في بلاد السنغال بفضل الله. وإلى الآن المشايخ القدماء الأولين شيخ عمر ديكو وشيخ آدم رحمه الله الأولين السابقين كلهم يدينون له بالفضل. كم من أبنائهم طلبة علم وحفاظ قرآن وعلماء ودعاة من أبناء هؤلاء المجتهدين في تلك السنين الأولى، كان سببا لهم في الخير رحمه الله. ثم حدث ولا حرج عن بلاد أوروبا، خاصة بلجيكا وهولندا وفرنسا وأوروبا كلها شرقها وغربها وشمالها وجنوبها رحمه الله. كم له من الآثار وكم له من الخيرات وكم له من الأفضال، وكم كان سببا للناس في عمل دعوة إلى الله وفي تعليمهم دين الله، دين الله عز وجل. بس عاد ما نمشيوش بعيد، نبقاو غيرنا في القصر الكبير. كيف كانت البدايات؟ بدايات الدعوة إلى الله. شنو كان يتسمى هذا المسجد قبل الدعوة أو في بداية الدعوة؟ شنو كان يتسمى؟ ها؟ مسجد من؟ المسيح. المسجد المسيح. حيث كانوا تيقربوا الوليدات والبنيات القرآن، والبنيات تلبسوهم اللباس الطويل والدريرات، فتوليو بانوا دوك الناس اللي عاشوا مع الاستعمار وشافوا الرهايب وشافوا الرهيبات، كيبانوا دوك البنيات بحال الرهيبات، فتيقولوا شنو هو مسجد د المسيح؟ غتصلي الجمعة فين؟ قالوا في مسجد المسيح. المسيح كيصلي الجمعة، هذا كله كلامه بالحرف رحمه الله. المسيح كانوا كيصليو الجمعة، قداش كان مسجد الفتح؟ داش كان مسجد ما كانش في هذا الكبر اللي احنا فيه الان، هذا المركز. اما المسجد ما شاء الله لتحت فين كاين البدايه وفين كاين النهايه، والله تعالى وسع ويسر. كم من الجهود وكم من التضحيات لا يعلمها الا الله عز وجل. حتى لعله في سنه 1972 تحكي الناس عبد السلام الرفاعي حفظه الله، رفيق درب الشيخ وصديقه والحميم المقرب والعزيز الغالي، قال أول ما عرفت الشيخ دخلت نصلي المغرب، جاي قدرا حتى هو رجل تعليم كيدرس في قنيطرة وكيجي هنايا عند العائلة ديالو في القصر الكبير، هو دخل للمسجد يصلي المغرب، والشيخ كان رحمه الله غالبا إذا صلى المغرب يقرأ فيها يقول ادعوا الله وادعوا الرحمن عادة. فقال لما سمعت هذه الآيات الكريمات العظيمات كأني أول مرة أسمعها في القرآن الكريم، فهز قلبي وأخذ فؤادي، ما لكني غير من القراءة اللي كانت عنده قراءة خاشعة إن شاء الله عز وجل كانوا يقدمونه للصلاة. أي دولة مشينا لها أي بلد زرناه مع الشيخ بفضل الله تعالى إلا وتقدموا الشيخ لصلاة الجمعة وصلاة الجهرية المغرب والفجر، لا يتقدم غير الشيخ، وكل الأئمة وكل القراء في هولندا في بلجيكا في فرنسا في إسبانيا أي دولة في العالم، إذا احضر الشيخ البشير صلاة الجمعة على الشيخ البشير والمغرب والفجر على الشيخ البشير.
وكذلك الدعاء الختامي والنهائي على الشيخ البشير رحمه الله. حتى مرة صلى من المغرب الله أكبر أو صلى من الفجر في مركز نواقشوط في مسجد التوبة والله العظيم كأنها جنازة. معنا بك الناس قلوبهم رقيقة وأهل القرآن ويعيشون مع القرآن سبحان الله، وكان واحد الجو من السكينة والرحمة. وهو كان يقرأ رحمه الله قراءة كما قال صلى الله عليه وسلم: من إذا سمعتموه علمتم أنه يخشى الله عز وجل. قراءة باكية، قراءة باكية خاشعة يعيش فيها مع كتاب الله عز وجل. فكان المسجد كله ينطفئ بالبكاء وبالنحيب سبحان الله. حتى فيهم بعض الجاذيب سبحان الله الصوت دياله يتسمع مرفوع بالبكاء وبالخنين في قراءته وفي صلاته رحمه الله. كنا في السفر كلما رافقناه وسفرنا معه ما تنعسوش معاه في نفس البلاصة، تينعس بوحديته في شي غرفة ولا في شي مكان. علاش؟ لأن ما تينعس الجوز ديال الليل تجده بين يقرأ القرآن ويقرأ جهرا، يحب أن يتلو القرآن في قيام الليل جهرا رحمه الله. فما كان أحد منا يستطيع أن ينام معه. قال لي متعود في الرفقة دياله والسفر الطويل معاه في الرفاعي كذلك في السنين الأخيرة مبقاش يقدر ينعس معاه، لأن الشيخ دائما محافظ على ذاك الوقت سواء في السفر سواء في الحضر سواء في الصحة سواء في المرض تجده مع الله عز وجل. أحزاب يتلوها قائما بين يدي الله عز وجل. حتى إذا كنا قرابين منه تنسمعوا ذيك الهمهمة بكتاب الله عز وجل، ولما يكمل ويسالم من الصلاة من التهجد يعني هذا ديال ساعتين ونص ثلاث ساعات قبل الفجر يتلو. حتى لما ولات هذه اللوحات الإلكترونية ساعدته كثيرا خاصة في أواخر العمر رحمه الله، كانت تساعده على ضبط الحفظ والمراجعة وتلاوة القرآن. لا يتوقف عن تلاوة القرآن الكريم، يحب القرآن ويحب أهل القرآن ويحب سماع القرآن ويحب قراءة القرآن ويحب الصلاة المتقنة والصلاة الطويلة والقراءة المتقنة مش المزينة المزوقة المنمقة، لا يحب القراءة الفطرية الطبيعية. ولا تجد إلا مع القرآن رحمه الله عايش مع كتاب الله عز وجل، هكذا عهدناه وهكذا عرفناه. فبداية الجهد المعارضات والمخالفات والناس تتكلم. تقلنا سعى بسلام لما صليت معاه المغرب وحضرنا شي بيان او شي حلقه ديال التعليم، قال لقيتهم تستعدوا غادي نمشيو للجود في الموسم ديال مولاي عبد السلام بالمشيش. كان سنويا رحمه الله تهيئ الجماعات والافراد للدعوه الى الله والجود في الموسم، وتديروا الكاميو في الخيمه وتديروا الخيمه وديروا محلات الوضوء ومحلات الخدمه وتجولوا على الناس يدعونهم الى الله عز وجل. قاعد شراء وقاعد مناطق خاصة أيام هذا الموسم. فقال استعديت معهم للخروج في سبيل الله أول مرة إلى هذا الموسم. فببركة الجود وببركة التضحية كم الله سبحانه وتعالى أصلح به من الناس، كم غير الله به حياة الناس وحياة نسائهم وأبنائهم وبناتهم، كم وكم وكم إخوانك، كم من الخيرات، كم من الجهود، كم من البركات، كم من الفتوحات، هذا بسبب رجل واحد. كذلك نحسبه والله حسيبه ولا نزكي على الله أحد، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء ببركة الدعوة. طيب هذا الرجل رحمه الله نور الله مرقده، ما كانوش الناس بحاله في 1967، ما تزادوش الناس معاه في سنة 1967، بل ما أكثرهم إخواني الكرام. أين آثارهم في دين الله؟ أين آثارهم في الدعوة إلى الله؟ أين آثارهم في أمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قدموا لدين الله؟ ماذا قدموا للدعوة إلى الله؟ ماذا قدموا لأمة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الفرق كبير. الناس عاشوا معه وعاصروه، ولكن ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الله يمن على من يشاء من عباده. هذا غير قدر الشيطان، الإنسان يشوف إذا الله حقه وبغاه وكرمه هذا العمل المبارك
فقاضي الله تعالى يستحمله ويجعله بشيرا ويجعله مباركا موفقا أمة للناس بإذن الله عز وجل. كل فرد من هذه الأمة فيه نفس الصلاحيات وفيه نفس الاستعداد إذا الله قبله واستعمله ورضيه لخدمة الدين. ثم يا إخوان الكرام، كم من الفتح الله تعالى فتح عليه. خطبة الجمعة في مسجد الفتح، الأحباب اللي كانوا يحضروها في التسعينات وفي الثمانينات، كان الناس يأتون من أنحاء المغرب لحضور خطبة الجمعة، من طنجة ومن العرايش ومن قنيطرة ومن الغرب ومن البحارة ومن المناطق، بل حتى من الدار البيضاء ومن مراكش. طبعا ليست كل جمعة، ليس دائما، وإنما كل واحد يتحين الفرصة للصلاة مع الشيخ البشير والاستماع لخطبة الجمعة عند الشيخ البشير، ثم البيانات والمذاكرات. كان لا يتعب في الدعوة إلى الله. حتى في أواخر الحياة ديالو رحمه الله كنا تحاصروه ونعاشروه ونسافروا معاه. سبحان الله، تلقى الراحة ديالو فوق المنبر، راحته فوق المنبر لما يكون جالس على الكرسي يبين ويتكلم. سبحان الله، ساعتين ساعتين ونص، ساعتين غمض عينك حلة بحال 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 بحال، حتى إلى فتح الله عز وجل وكان الاستعداد في المجمع، وكان مجمع كبير واجتماع كبير إلى ثلاث ساعات، يعني لا تقوله في ذلك شيء. لما كانت تقام المشورة ديال المغرب في البلاد قريبا كل أربع شهور وهكذا حسب الوقت، فكان يبين في الهدايات صباحة يوم الأحد من العشرة العشرة الصباح إلى قريب الظهر مع الدعاء الطويل المبكي والاستغاثة بالله عز وجل. كم كان يحب الدعاء، وكم كان يطيل الدعاء ويلح على الله عز وجل في الدعاء. ثم فضلا عن جود الحج وجود العمرة سنوات وهو يحج بيت الله عز وجل من أجل الدعوة إلى الله والجود في الحجاج من أنحاء العالم بين مكة والمدينة في كل مكان. حتى لما كان الجود بفضل الله في أيام السبعينات كان الجود يتقام في الحرمين الشريفين، في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. الشيخ البشير رحمه الله كان له مكان يبين فيه يوميا، ويجلس على صندوق من صناديق الخضرة، صندوق ديال الخشب، هذا هو اللي ميسر متاح في ذاك الزمان. وكان مركز الدعوة إلى الله في الحفاية في مكة، مسجد النور في المدينة المنورة، وكانت الأعمال تقام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك في المسجد الحرام، إلى أن جاءت حادثة الحرم في سنة 79 وجاء الابتلاء في الدعوة إلى الله. سنة الله في الدعوة إلى الله الابتلاء والامتحان. إلى تكلمنا عود عن الابتلاءات والامتحانات أو الأزمات اللي مر منها الشيخ، الصحية والمادية، ويعني مخالفات من جميع الأشكال والألوان والأنواع. تقول العجب سبحان الله، كيفاش بقى هذا السيد العقل باش يجتهد، كيفاش بقى له الخاطر باش يجتهد، بل كيفاش بقى في جهود الدعوة إلى الله واستمر في عمل الدعوة إلى الله. حتى من ضمنها أن في سنة 79 وقعت واحد الحادثة كبيرة في الحرم المكي وفتنات العالم كله، وطبعا بلادنا الله يحفظها ويبارك فيها وفي المسؤولين ديالها حرصا على سلامة البلاد والعباد وضمان الأمن والأمان. فهما قاموا بواحد العمل عجيب، وهذا العمل أمني وخصو يدار وبهذا الطريق. فالشيخ خارج باش يصلي بالناس الصبح، هو تلقى المسؤولين تنتظروه بكل أدب واحترام. قالوا الشيخ جزاك الله خير، غتفضل معانا. حنا أنا إمام في المسجد باش يصلي بالناس. قالوا غير شوف، إلا بغيتي نمشيو معاك شي واحد اللي يصلي بالناس وأنت ضروري تمشي معانا. وسبحان الله لما وصل، بعد ما وصل يصلي بالناس، وصل للدائرة ديال الأمن كيلقى واحد مجموعة من الأحباب ديال القصر الكبير تاهما جايين قبل الفجر، فجاب الله الجماعة صلوا جماعته. ثم كان الانتقال من هنا إلى تطوان العمال والمديرية ديال الأمن الجهوية ديال تطوان، وإذا به كيلقاو الأحباب عود من تطوان من طنجة من ما شاء الله اجتماع هذا. وكان سبحان الله هذيك الأيام كلها حتى ما وليداتهم عائلاتهم ما عرفوا الناس فين مشاو، ما كاين إخبار ما كاين استدعاء ما عرفوهمش فين مشاو، خرج يصلي الصبح ما رجعش. فلما وصلوا للدائرة ديال الأمن
قالوا شنو بغيتوا نجيبوا لكم؟ وكان يوم الخميس واغلب الاحباب كانوا صايمين. طبعا الاحباب كلهم صايمين. قال لي وصافي الفطور علينا ان شاء الله. قال لي واخا جيبوا لنا رياض الصالحين والمصاحف. وجابوا لي رياض الصالحين والمصاحف. وكانوا قايمين بالاعمال الكامله. لكن بعد منتصف الليل تاك يشبر فيهم النعاس مزيان وكيجي شي واحد من الناس ديال الاداره وش يقول شي واحد فيهم بسم الله سبحان الله وتيمشي معاه وتيكون الحوار والسؤال والجواب باش تيكون العقل فريش ما تفكرش فشي جواب تبغي تكذب به ولا شي حاجه تكون نعاس تسير الميموار عندك زكات ما تجيش كتخمم بزاف كملوا منه عاودوا الثاني وهكذا ليليا ويوميا لثمانيه ايام ثمانيه والمؤمنين في المغرب كامل كاع المراكز ديال الدعوه والمراكز بالجود في المغرب كلهم مروا من نفس هذا الامتحان ومن نفس هذه التربيه. وسبحان الذي خلق فسوى وقدر فهذا كانت اجوبتهم واحده وكلامهم واحد لانهم كلهم غايبين على تربيه واحده وسكه واحده. سته ديال الصفات واربعه ديال الاعمال بانفسنا واموالنا. نخرج في سبيل الله لاصلاح انفسنا وتذكير اخواننا. نفس الكلام. فتحكي لنا الشيخ رحمه الله نور الله مرقده بعد ما دوزوا هذا الاسبوع فالعامل في مدينه تطوان كان رجل فاضل ما شاء الله من اهل الصلاح والخير فاستدعاه واعتذر لهم وطلب منهم المسامحه لان هذه اجراءات امنيه لا بد منها وفيها المصلحه العامه للوطن وللناس جميعا. قالوا الشيخ لا شك هذا احنا مع المصلحه ديال الوطن 100% ولكن يكون غير علمتونا يكون علمناكم شي غيمشي لينا وشي غيتشد لينا وشي ما غيتشدش لينا راه خصنا نجيكم حتى حنا نقدا التحصيل. فهو تيقول للشيخ هذا الرجل كان فقيها قال له لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. الشيخ البشير قال له كيف خير لنا؟ اشرح لي. لو اجتهدتوا 50 سنه بهذا الجهد ديالكم باش يوصل جهد الدعوه الى الله الى الدوائر الرسميه والى الدوائر العليا ديال الدوله ما تقدروش توصلوا ولكن ببركه هذه الايام التي قضيتموها هنا واستمعنا لكم واحدا واحدا مرارا وتكرارا وكان كلامكم الاول ككلامكم الاخر ولم تغيروا ولم تبدلوا فالكل علم حقيقه الدعوه الى الله والتبليغ والخروج في سبيله. فالان لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم. لأن مجموعات كثيرة حتى بعض الجماعات كانوا في سفر الحج وهما سبحان الله يمكن اللي جا بكري حتى هو خدا حقه من الضيافة وكل اللي تأخر شوية يعني كأنهم صافي اكتفوا بذلك العدد. فحياة عجيبة في الدعوة إلى الله وفي الجود لدين الله. الشاهد إخوان الكرام ننظر بأعيننا الآن ما يحتاج واحد يحكي لنا الصحابة كما قلنا نقدر نقول لك هذاك زمان الصحابة أو على شي زمان من التابعين وتابع التابعين أو ما نقرأ في التاريخ عن الرجال وعن صفاتهم ومواصفاتهم وخصائصهم ها نحن دا نرى بأعيننا يا إخوان الكرام آثار الدعوة إلى الله وآثار الجهد لدين الله عز وجل. يعني قد نقول بسبب رجل واحد ولكن كان معه رجال بفضل الله عز وجل رحم الله من مات منهم وبارك الله في من بقي منهم ووفقنا الله عز وجل أن نكون منهم وأن يقبلنا الله تبارك وتعالى لخدمة دينه. كل واحد من هذه الأمة يا إخوان الكرام هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يستطيع أن يكون سببا للخير سببا للهداية سببا للفتح سببا للبركة. الله كم في بلادنا بفضل الله عز وجل بل في بلاد العالم تلقى أئمة وفقهاء وتلقى أساتذة وتلقى مسؤولين في دوائر معينة مختلفة إلا ويقول لك سي البشير سي البشير قصر كبير سي البشير قصر كبير سي البشير قصر كبير صحيح ولا؟ في كثير من الأماكن في كثير من الأماكن بل حتى كثير من الطلاب والشباب بفضل الله عز وجل في 20 سنة الأخيرة بعد ما تأسست مؤسسة الفرقان كتحاك يقول لك انا درست عند السي البشير في الفرقان، انا لقيت عند السي البشير في الفرقان، ائمه علماء خطباء اساتذه دكاتره مدرسين ما شاء الله دعاة مجتهدين بفضل الله عز وجل. فيا اخوان الكرام الله تبارك وتعالى اعطانا نعمه عظيمه نعمه الجهد، نعمه الدعوه الى الله تصنع الرجال تجعل من الانسان الذي ما كانت له قيمه
وما له قدر بين الناس تجعله من بين أفضل الناس. بلال الحبشية العبد الذي كان يباع ويشترى وكان ينام في الإسطبل مع البهائم والحيوانات، لما جاء الدين وجاءت الدعوة إلى الله أعزه الله، ما أعزه جماله وما أعزه لونه ولا بشرته، أعزه إيمانه ودينه ويقينه بالله تبارك وتعالى. هذا الرجل نعم، كيف أعزه الله بالإسلام، كيف رفعه الله بالإسلام حتى أصبح مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يوم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة المكرمة فاتحا، قام على سطح الكعبة يؤذن ويكبر الله تبارك وتعالى. هذه رفعة الدين وهذه عزة الدين. الدين هذا الجود المبارك